صباح الخير، اهلا بيكم. بيحصل كتير قوي انه في شباب كتيره جدا بنشوفهم بيسوقوا العربيه قاعدين عاملين كده، وبنات كتيره قوي تشيل الشنطه على جنب واحد كده، وناس كتيره قوي تقعد تتفرج على التلفزيون برضو كده. طيب ايه المشكله اللي بتحصل من الحركات دي؟ احنا عندنا الهيكل العظمي بتاعنا اللي مسؤول عن تحريكه هو العضلات. العضلات دي لو التون بتاعها او درجة التوتر بتاعتها زادت في ناحية عن ناحية تانية، بتشد الهيكل العظمي ناحيتها بشكل اكبر، فيبدأ يحصل انحرافات في القوام بتاعي، فيبدأ بعد شوية من كتر القعدة والتعود على الوضع ده بيبدأ ان العضلات اللي في اتجاه الشد بتبقى مشدودة اكتر من العضلات التانية، فتبدأ تأثر على العمود الفقري وعلى المفاصل اللي مسؤولة عنها العضلات دي في الضغط في الاتجاه ده. يبدأ يحصل بعد كده آلام في المفاصل دي وتعب في العضلات دي، ويبقى بياخد وقت أكبر على ما نرجع نعدل الوضع ده تاني. فالأفضل إن احنا دايما واحنا قاعدين نقعد بوستشر مظبوط، نقعد نعمل تمارين فيها بالانس للجنبين، وياريت الترينرز يبطلوا بقى يمرنوا تشيست وباي وظهر وتراي وكتف ورجلين، ويركزوا على اكسرسايز اسمها البوستشر كوركشن اللي هي تعديل العضلات او تعديل القوام بتاع الجسم ده. ممكن احنا في الفيديوز اللي جايه هنتكلم عن كل واحد من الحاجات دي او احد الحاجات دي واحده واحده، وايه الاكسرسايز اللي ممكن نعملها علشان نافويد الاصابه بعد الوضع ده لفتره طويله، لان الحكايه دي بتعمل اصابات بعد شوية، لأنه الجوينت بتاعتنا بتبدأ يتحط عليها لود بكمبريشن فورس وحاجة اسمها شيرينج فورس، قوة ميكانيكية بتحط إجهادات عالية جدا على المفاصل اللي في الوضع ده، فبالتالي بتؤدي إلى إصابات وما بتبقاش عارف إيه سبب الإصابة. أنا مش عارف، أنا ما عملتش حاجة، أنا كنت شايل عادي. ده غير إن هي كمان بتأثر عليا في التمرين، في الأوضاع بتاعت التمرين نفسها، بتزود صعوبة التمرينات، بتزود الريسك أوف إنجري بتاعي. فياريت ناخد بالنا واحنا قاعدين نقعد ازاي، نمشي ازاي، بنسند ازاي، ولازم نوزع شيل الشنطة من الناحية دي ونغير من العادات السيئة بتاعتنا في القعدات. شكرا، واشوفكم الفيديو الجاي.